الشمس لا تشرق فجأة، فالفجر المولود من هزيع الليل يمهد لنورها الساطع ويفتح فسحة لها لتنهض من مهدها المجهول. وكذلك الثورات لم تكن لولا تكاثف قطرات الألم في لجة النفوس التي تتفجر بعد حين. في الجزء الأول من هذا اللقاء قص لنا هادي العبد الله الكثير عن حياته وعن مراحل الثورة وحجم المعاناة التي لاحقت بشعب ثار ضد طغاته. قص عن معاناة حمص وعن حصار باب عمرو واجتياح القصير من قبل الميليشيات الشيعية وعن تغريبة الموت لنازحي المدينة. هادي العبد الله الذي نجا مع مجموعة كبيرة من النازحين من فتحة الموت بعد أن قدموا الكثير من الشهداء استقر بهم المقام في يبرود، وحدثت في تلك الآونة معركة مهين التي خسر فيها النظام مستودعات الأسلحة والتي أثار حصول الثوار عليها جدلا كبيرا في الوسط العسكري. وصلنا للقلمون على قارة أول شيء 3 أيام، بعد لي برود استقرت بيبرود 4 أو 5 شهور، بعدها صارت معركة مهين، طلعت لغطي معركة مهين. قالونا أنه في يعني محاولة للسيطرة على مستودعات مهين وفي محاولات للدخول، أو لو نجحت هاي العملية راح يحاولوا يكسروا حصار حمص وحصار الغوطة بمستودعات الذخيرة اللي كانوا المفروض ياخذوهن من مهين. وصلنا لمهين وبدأنا نصور، استقريت واخذت مقر. العملية كان الفصائل المشاركة فيها هي جبهة النصرة وجيش الإسلام يعني من الكتائب الإسلامية وقوات الفوج الأول مغاوير من الجيش الحر، وكان في كتائب وفصائل تانية أحرار شام ولواء الحق، ويعني في كتير فصائل مشاركة وشهداء مهين والكتائب اللي من المنطقة. فأول يوم فشل الاقتحام للمستودعات، كان في عمليتين استشهاديات وكان في بعدها محاولة اقتحام المستودعات، فشلت عملية الاقتحام للمستودعات، فصاروا إنه يمهدوا يخصفوا المستودعات الثوار ويحاولوا يدمروا الدفاعات الموجودة للنظام، صاروا يدمروا الدبابات بصواريخ الكونكورس ودمروا معظم الدفاعات وما كان الاقتحام يتم. بهاي الفترة كنا كل يوم نحاول، نحن عم نصور، صورنا تقريبا على مدى 20 يوم، كل يوم نصور شوي كل يوم نصور شوي، بالأخير حتى طلع معنا 3 فيديوهات مدتهم 50 دقيقة تقريبا، ملخص معارك مهين. في مهين وسط القلمون كانت مستودعات الذخائر التي اغتنمها الثوار، دارت معارك عنيفة حولها وكان هادي هناك. روى لنا عن ذلك اليوم وكيف تعرض للإصابة وغاب بعدها عن الوجود. علم بكل تفاصيل تلك الحادثة من صديقه القريب تراد الزهوري الذي نقل له كل ما جرى معه في ذلك اليوم وسرد جزئيات الحدث نقلا عن ذلك الصديق. يوم فتح المستودعات أو تحرير المستودعات كنا عم نحاول أن نطراد نروح مشي على مكان المستودعات من شان نصور الشيء اللي عم صير. على الطريق بيجي عالم معه جرحى بيوصلوا على المشفى، بعدين بيرجعوا بيقولوا يا شباب بدنا حدا زمر دمه. إيجابي قلتلهم أنا، اركب معنا. فرحت أنا وطراد ورحنا على المشفى الميداني اللي كان بمنطقة،
وتبرعت بالدم والدكتور قال لي انه ريح لانه اخذ منك دم زياده. وانا رايح وانا راجع على البيت بقولوا شباب، بشوف شباب النصره بقول نحن هلا رايحين للطحين، روحوا معنا انه نمبروا. فرحت مشينا معهم وركضنا وعمليه الاقتحام واللي صارت، مشينا تقريبا شي 2 كيلو. انا فرطت لانه متبرع بالدم وماني اكل ودخت يعني، فريح كل شوي وامشي معهم. وتراد عم يصور الله يرحمه، فشفت سياره ماشيه من النصره انه عم تحاول تفوت بس يعني يفوتوا بسيارتهم، فتعلقت السياره علي انه بس قلت له تراد انه بنطرك قدام شوي وبكون ريحت بين وصلت لعندي. قال لي تمام. بهديك الأثناء أبعدنا عن المكان اللي فيه طراد والشباب حوالي 200 متر لقدام، بتجي طيارة أغارت علينا، ضربت إجت القذيفة حدنا، فتت شظية بإذني وعبرت إذني واستقرت براسي. وهون ما عاد بعيد، صرت فيه ونام وأصحى وصحيت على طراد عم حكيني ويمسح لي الدم ويمسح لي على وجهي وصار يبكي. كانت المرة الأولى اللي بشوفه فيها عم يبكي، رغم أنه 3 سنين آكلين شاربين نايمين سوا، بس المرة الأولى اللي فعلا بشوفه فيها عم يبكي، أنه ما هو مصدق الشيء اللي صار، أنه بحياته ما أبعد عني غير هالمرة، بهالمرة اللي أبعد فيها يكون أنا تصوبت هو ما صار عليه شيء. فكتير تأثر وكتير زعل أنه هيك صار. بعد انشالت الشظية وخيطوا لي الجرح بإذني والجرح براسي، وبس ما بشكل يعني على ما يبدو ما بالشكل المطلوب، قال لي انه التهبت على ما يبدو وقال لازم ترجع على يبرود. بهذيك الاثناء طبعا انفتحت المستودعات او تحررت، وبعدها بعد ما فضيت وراح منا ذخائر لكل سوريا، وكثير سؤال من سؤال انه وين راحت ذخائر مهين. ذخائر مهين راحت على كل سوريا. معركة الساحل اللي حصلت، معركة كسب كان فيها ذخائر من مهين مشاركة، معارك القلمون كان فيها ذخائر من مهين مشاركة، معارك الغوطة اللي تحرر فيها 5 قرى أبرز عدرا العمالية اللي انقتل فيها مئات الشبيحة كان فيها من ذخائر مهين، معارك دير الزور والمناطق الشرقية كان فيها من ذخائر مهين. فعمليا الذخيرة راحت لكتير مناطق وفاتت على كتير مناطق واستخدمت بكتير مناطق. جيش الإسلام وجبهة النصرة والمغاوير أخذوا القسم الأكبر، وباقي الفصائل المشاركة أخذوا القسم الثاني. قضى هادي فترة من الزمن في يبرود حتى تعافى من إصابته، وقرر عدم البقاء هناك بسبب هدوء الجبهة وقلة العمليات العسكرية في ذلك الوقت، فاختار الدخول إلى الغوطة في ريف دمشق المحاصر. الطريق إلى الغوطة كان خطيراً جداً، فالنظام أطبق حصاره على الغوطة منذ مدة وكان قد عزلها عن المحيط المجاور. يتذكر هادي ساعات المحاولة التي شارف وقتها على الموت وكيف باءت المحاولة بالفشل. بعد مهين او بعد ما رجع النظام سيطر على المستودعات الفاضيه بمهين، رجعنا على يبرود، استقرينا شهر او شهرين. بهالشهر او شهرين وكنت انا بس عم حاول اتعافى من الاصابه، واثرت كثير على ذاكرتي، صرت يعني ما اركز كثير او انسى كثير، فكنت عم حاول اتعافى من الاصابه. فكنا عم نقول انطراد انه طيب هون ما في معارك وما في شغل، لازم نروح على منطقة ساخنة وما تعودنا نقعد هون، وهذا الصراع الداخلي انه لازم نروح على مكان. فأقرب مكان مشتعل لنا هو الغوطة. حاولنا نفوت على الغوطة، بنعرف انه الطريق مسكر، بس انتقلنا من يبرود بالقلمون الغربي لجيرود بالقلمون الشرقي، طبعا مشيا على الأقدام، ما في غير هالطريق. مشينا 7 أو 8 ساعات مشي على رجلينا حتى وصلنا لجيرود. طبعا طريق خطر شوي، بدك تعبر اوتوستراد الشام حمص مشي. وصلنا لجيرود، من جيرود انتقلنا على الرحيبه، من الرحيبه على الضمير. هون وصلنا لاقرب نقطه خارج الحصار عن الغوطه، بدات المحاولات للدخول للغوطه. تعذبنا كثير،
ما في طريق، ننطر ونستنى وننطر ونستنى، وكانت كثير لحظات صعبة إنه نحن عم نستنى وما إنه مستقرين، يا إما نوصل يا إما نرجع، وناوين إنه لازم نفوت على الهوطة. حاولنا أول مرة، فطلعنا كمين وإطلاق رصاص ونار وفرجعنا، والحمد لله ما تأذى حدا. المرة الثانية كمان حاولنا نطلع، فخبرونا إنه في كمين، فما كملنا، رجعنا من نص الطريق. المرة الثالثة كانت أصعب مرة، كنا حوالي 40 شاب عم نحاول ندخل على الغوطة، طبعا ماشيين برات الفردي وفي دليل مشينا، بتروحوا من هون بتجوا من هون، ننزل ب مجرور مي نمشي فيه، ننزل بخندق نمشي فيه، حتى وصلنا لنص الطريق بعد ما مشينا ساعتين تقريبا مشي، بنتفاجئ بشي فجر قدامنا. انا كنت تقريبا سادس او خامس او سادس شخص او سابع شخص، يعني بالصفوف الاولى، فجر شيء قدامنا، صار في دخنة كتير، صار في قصف بعد علينا، صار في قنابل ضوئية، صار في حالة فوضى، الناس هربت، ما عاد نعرف شو اللي صار، ليش الانفجار الأول، هل هو قذيفة علينا، هل هو ما نعرف لغم، صار في تخبط كتير والعالم كله هربت. أنا وطراد تخبينا بورا حجرة هيك مثل السفح، تخبينا وراه بين ما هديت شوي القصف علينا، خايفين الجيش يقتحم المنطقة ليشوف شو صار. هديت شوي، فقال لي انه خلينا نشوف مين صار، الدليل وين صار، نحن تصفينا لحالنا. فقلت له ايه تمام. رحنا ندور فلقينا 4 جرحى وشهيد، والفجر فين هو لغم ارضه، الشهيد يعني منتهي ميت، الجرحى كلهم يعني بين الحياة والموت، وعم ينزفوا كتير ورجليهم كلها رايحة، يعني ضربة اللغم كانت قوية على ما يبدو. بس شو بدنا نعمل وكيف بدنا ننقلهم وكيف بدنا نخليهم لحالهم وكيف بدنا نرجع نحن اصلا، كل هاي الامور كان في تحدي مع الذات فيها فعلا. يتخيل حدا، اي حدا حاله بهذا الموقف، في عندك 4 جرحى عم يصفى دم قدامك، في عندك شهيد، وانت وطراد او انت وشخص ثاني لحالك واقفين بهذا المشهد. قلت له طراد انه قوم ندور على شي حدا معنا يساعدنا، بس ننقل الجرحى لورا او نلاقي حل، نلاقي اي طريقه. ففعلا رجعنا لورا شوي، لقينا شابين جبناهم وجينا، وصرنا نشيل الجريح الاول ننقله 10 امتار لورا نقعده، الجريح الثاني كمان نفس الشيء. طارق كان يشيل معنا اول شيء، بعدين صار يصور، بس انه بس يصور اللحظات وتصور كثير من هاي الاشياء وما نعرضها للاعلام. بهاي الاثناء صار موقف من اصعب المواقف، احد الجرحى شايلينه وهو عم ينزف كثير وعم ينطق الشهادتين، استشهد. اول مره بيستشهد حدا بين ايدي، انه ايه بوصل على مكان فيه شهداء او في جرحى وبسعفهم، بس حدا جريح وحاملينه وينطق الشهادتين ويشهد شهاده الموت قدامنا، كان شيء كثير يعني ما طبيعي وما عادي، واول مره بصير هيك شيء. المكان عدرا العمالية، النقطة الاستراتيجية للعبور إلى ريف دمشق. كان الطريق إلى الغوطة مزروعا بالحواجز والكمائن والألغام، وكأنك تعبر نقطة حدودية مع عدو. وجد هادي نفسه مع رفاقه في حقل الألغام، وبدأت تعلو صرخات الجرحى. يروي لنا عن فداحة المشهد وكيف خاب أمله للحظات بالحياة حين وجد أن دليلهم في الطريق كان أول المصابين. بعد استشهاد هذا الشاب صار في عنا شهيدين وثلاث جرحى، صرنا نبكي كلياتنا، نحن 4 شباب صرنا نبكي إنه شو وين وكيف بدنا نعيش، والجرحى اللي معنا وعم يصفى دم، وقولونا مشان الله تتركونا ومشان الله وصلنا للمشفى دمنا عم يصفى، ونحن عم نبكي انه شو نعمل، بكينا من العجز انه ما قادرين نعمل شيء لهدول، وانه نحن ما بنعرف وين شو بدنا نعمل.
خطر ببالي انه الدليل اللي كان معنا وينه، دورت عليه طلع واحد من الجرحى اللي عم نشيله بس على العتم ماني شايفه. قلت له انه ساعدني كيف بقدر ساعدكم نوصل للمكان. اجى قال لي انه هاي قبضة لاسلكي وانا مولف على تردد غرفة العمليات بمدينة الضمير، تواصل معهم. فاخذت القبضة وبلشت اتواصل معهم، قلت لهم انه عمليات انا هادي، هن بيعرفون شباب العمليات، قلت لهم عمليات انا هادي عبد الله، طلعنا فجر فينا الغام وتحاصرنا وبقينا اربع شباب ومعنا شهداء وجرحى، شو بنعمل؟ قالوا لي انت وين؟ سالت الدليل انه احنا وين، قال لي على اسم المنطقه اللي نحن فيها. قال لي طيب بس بدنا وقت كثير حتى نوصل لعندكم. طبعا بعد الحكي هذا بتقريبا 10 دقائق صار في قصف علينا، على ما يبدو كان لاسلكي مراقب، فصار في قصف شوي على نفس المنطقه اللي نحن فيها. كنا خايفين انه الجيش يقتحم بعد القصف. بهذيك الاثناء وبصعوبه بالغه حتى قدرنا نوصل للضمير. طبعا كنا وصلناهم يجيبوا نقالات جرحى ويجيبوا معهم هاي الاشياء، كنا نحاول ننقل كل جريح بجريحه لقدام شوي ونلاقي لهم بالطريق. بعد ساعتين تقريبا حتى قدرنا نوصل للضمير. لم يتسنى لهادي الوصول إلى الغوطة، فعاد أدراجه إلى يبرود التي كانت قد احتضنت الكثير من أهالي القصير وشبابها. يروي هادي عن محاولات عديدة للجيش الحر لاستعادة القصير قام بها الشباب في يبرود، ولكن لم يكتب لها النجاح، واستمر زحف قوات حزب الله باتجاه يبرود التي دخلها بعد معركة استمرت لأسابيع. بعد اللي صار معنا بمهين فقدنا الأمل من بالفوت على الغوطة، وقررنا نرجع لا يبرود. رجعنا وكان في محاولة في هذيك الفترة لاسترجاع مدينة القصير، بقت بالفشل. وكنا معهم طبعا، أول ما رجعنا تاني يوم ما لحقنا نريح حتى رجعنا والتحقنا فيهم. طبعا المحاولة بقت بالفشل، استقرت بيبرود فترة. في هذيك الأثناء بدأت معركة يبرود. نفس سيناريو القصير تكرر تماما، انه عدو خارجي ومحتل خارجي هو حزب الله اللبناني عم يحاول ياخذ مناطق سوريه ويقتل اهل السوريين ويقصف ويقتل الثوار السوريين والمدنيين السوريين. نفس السيناريو تماما. كثير ناس من اهالي يبرود او من اصدقائنا بيبرود يستغربوا من الاحداث اللي عم تصير. انا عادي كانه في شيء مشهد مكرر، وهلا يعني مشهد سابق هلا عم يتكرر قدام عيوني. صار في شيء اسمه القيادة العسكرية الموحدة، عملت كتير وبقيت صامدة 33 يوم قدام الحزب وقدام أعتى آلة عسكرية للنظام، قدرت صامدة 33 يوم. بعدها حصل الانسحاب من يبرود، انسحبوا المقاتلين منهم لحوش عرب ورنكوس وباقي مناطق القلمون، ومنهم لجرود يبرود. استقريت أنا بالجرود فترة وبعدها انتقلت للشمال السوري. ما حسيت بمعنى اليأس انه الثورة راح تخسر او الثورة فاشلة، حسيت بيأس من الاعلان. لحظة معركة يبرود ما كنت فيها ولا ما صورت فيها، كنت صور مرة الكاميرا احيانا بس ما كنت صور انه اطلع مثل القصير وصيح وقول وشو عم يصير فينا. معركة القصير سببت لي انه الاعلام ما بفيد ولا ما بعمل شيء. يعني نقلت المعاناة اللي ما نقلتها نفس الشيء، إن صار في ضجة إعلامية على الموضوع ولا ما صار نفس الشيء، نفس النتيجة تماما. طبعا مو الإعلام سبب مثل ما بقول البعض إنه هو سبب سقوط القصير، لا أبدا. يعني كثير مناطق مثل تلكلخ أو القريتين أو النبك أو قارة سقطت بدون أي ضجة إعلامية وصار فيها مجازر، القصير سقطت بضجة إعلامية. إذا الفكرة اللي سنتشر الإعلام لا بيقدم ولا بيأخر، فصار في عندي يأس من الإعلام ما يأس من الثورة. الثورة بالعكس يعني صار عندي اصرار اكثر انه هدول الكلاب اللي عم يجوا من برا البلد مشان ياخذوا بلدنا ما لازم يضلوا عايشين على هذا البلد. والله العظيم ما
ما بيضلوا بالبلد ونحن عايشين، وبدنا نضل حتى نطردهم برا البلد. في مطلع شهر كانون الأول لعام 2013 نجحت قوات الجيش الحر والكتائب الإسلامية في القلمون بالدخول إلى بلدة معلول الأثرية بعد معركة مع قوات النظام. معلولة بلدة يقطنها سوريون مسيحيون، وكان من بين من ظلوا في البلدة بعد دخول الثوار راهبات دير مرتقل الأثري وعددهن 13 راهبة بالإضافة إلى عاملات الدير الثلاث. وقد صرحت جبهة النصرة في ذلك الوقت بأنها أخرجتهن من البلدة حفاظاً على سلامتهن من القصف الذي يطال المدينة. الراهبات بقين في عهدة الجبهة لأكثر من 3 أشهر، ثم أطلق سراحهن في عملية تبادل مع قوات النظام بوساطة دولية. هادي العبدالله التقى بالراهبات وصور عملية التبادل وتفاصيلها. سألناه عن تلك الحادثة وعن سجى الدليمي، تلك المرأة التي سلمت مع أطفالها للتنظيم دون غيرها من المعتقلات لدى النظام. طبعا حصل قبل سقوط بيروت اقتحام جبهة النصرة وعناصر من الجيش الحر والكتائب الإسلامي لمدينة معلولة. اللي صار يومها انه في فصائل سيئه محسوبه على الثوار حاولت تحاصر الراهبات وتمنع دخول الطعام الا بمصاري لهم، فهون قررت جبهه النصره انها تشيل الراهبات وتاخذهم لمكان ثاني. هو اختطاف، هو اعتقال، هو اخذ لمكان ثاني، سموها المسميات بدكم اياها، هذا اللي حصل. فاخذوه لمكان ثاني، وبعد ما أخذوهن تولدت فكرة لدى جبهة النصرة. طبعاً عرفتها بعدين، أنا ما كنت مشارك في معركة معلولة، والحكي هذا هو حكت لي عنه الراهبات نفسهم. أنا قعدت معهم كتير قبل الإفراج عنهم وأثناء الإفراج عنهم بالسيارات على الطريق، فحكوا لي أنه فعلاً هذا اللي صار، أنه في كتائب حاولت تستغلهم وتحاصرهم وتمنع دخول الطعام إلا بمصاري وهيك، حتى حتى إجت النصرة أخذتهم. بعدها تولدت فكرة لدى جبهة النصرة على ما يبدو إنه ليش ما بنستفيد من الراهبات؟ كيف بدها تستفيد؟ إنها بتحاول تبادلهم على معتقلات عند سجون الأسد. طبعاً هن انطرحوا هالفكرة على الراهبات نفسهم. الراهبات قالوا إنه ما عندنا مشكلة، بس نحن بدنا نرجع بيوتنا، ومن هذا الكلام. بعدها بدأت مفاوضات مع النظام، وكنت أنا يعني التحقت فيها بالفترة الأخيرة أو عرفت بتفاصيله بالفترة الأخيرة من ما من البدايات. كانت جبهة النصرة طرحت أسماء 950 معتقل، النظام ما وافق، صاروا 700 ما وافق، صاروا المفاوضات وأخذوا عطا حتى وصلوا لل 153 معتقل. أفرج عن 142 بمعبر المصنع، والنصرة أطلقت سراح الراهبات. طبعا تسليم الراهبات كنت أنا عم صوره من لحظة طلعتهم من يبرود لوصول لحاجز الجيش اللبناني بعرسال، طبعا بوساطة قطرية لبنانية. وصلوا لحاجز الجيش اللبناني، أصرت جبهة النصرة على المعتقلات أنه يجوا على عرسال، وهي تكفلت بمحاولة إيصالهم لمدنهم وقراهم. المعتقلات على ما يبدو خافوا أو تهددوا أو تمارس عليهم أي أنواع من التهديد والوعيد، فقالوا لا بدنا نضل بسوريا. فاستلموا الوفد القطري بمعبر المصنع، وبعدها رجعوا على كل وحدة رجعت على مدينتها. تأكدنا من إطلاق سراح 142 معتقلة. بحاجز عرسال تم تسليم معتقلة وحدة فقط مع أطفالها. هاي المعتقلة اللي أخذت ضجة كبيرة بعدين هي سجى دليمي اللي فهمته أول شيء أنا من عناصر جبهة النصرة إن زوجة أحد المقاتلين بالنصرة، وما أخذت وعطيت بالموضوع، إنه أصر هو إنه ما بيأمن تروح من معبر المصنع، فاستلموها بعرسال. وكنت مصور فعلاً موثق لحظة إنه الجيش اللبناني معه المعتقلة والأطفال والنصرة مع الراهبات،
وتجرأت ودخلت على قلب الحاجز الجيش اللبناني وصورت بقلب الحاجز وصورت لحظة الاستلام والتسليم. واحد اثنين ثلاثة أطلقوا سراح اثنين مع بعضهم. فصورت وكان مع أطفال وكثير زعلت إنه في أطفال معتقلين من 6 شهور. بعد فترة تفاجأت إنه تقريبا شهرين تفاجأت إنه سجد ليني هي زوجة البغدادي. فخبرت عناصر مصر إنه ليش ما خبرتوني، يعني ما مفروض إنه أنا غطيت المعركة إعلاميا إنه يكون عندي علم بهاي القصة. قالوا وهيك صار. طوال مدة تصوير اللقاء مع هادي وحين كان يستذكر القصص لم يغب اسم تراد لزهور عن الحدث. تراد الذي كان رفيق هادي في أغلب المحن وبيت سره وشريكه في الشدائد قضى شهيداً وترك صديقه وحيداً يكمل المسيرة التي بدأوها معاً مع بداية الثورة. طراد الزهوري هو الإنسان الوحيد اللي كان أغلى علي من أهلي وكل الناس. طراد هو ابن عيلة بالقصير، هاي العيلة كانت غنية قبل الثورة وكان عندهم سلسلة مطاعم بقبرص وبلبنان، وحتى طراد إنه معظم حياته قبل الثورة كان عايشها بقبرص. مع بداية الثورة كانوا هم موجودين بالقصير وبدأوا يبيعوا ممتلكاتهم من شان يعطوا للناس أو يسلحوا أو يشتروا سلاح بداية العمل المسلح، فقدموا كل شيء بملكوه من شان الثوار. أخلى شهيد اسمه مهيد الزهوري، هو فنان كاريكاتير كان يرسم ويخطط لافتات بالقصير. وأخلى جريحين مجروحين، يعني إصابات مختلفة منهم وصل لشيء قريب من الشلل صار يمشي على العكاز. من أول الثورة ونحن ننام ناكل نشرب عايشين سوا 24 ساعة، عايشين سوا كل لحظات الموت أو القريب من الموت عشناها سوا. ننتقل من مكان لمكان سوا، نمر بطرقات خطر سوا، نكون بمكان نغادر وتسقط قذيفة سوا. ما أبعدت عن طراد غير مرتين بحياتي. المرة الأولى وقت اللي تصوبت كان بعيد عني 100 متر، قلت لكم كيف. والمرة الثانية يوم استشهد إنه كنا على الجبهة تركته إنه على أساس إنه يلحقني، فصار في معركة طارئة فعم صور هو من وراء الدشمة. إجت عليه شظية، اجت قذيفي اول شيء حده، فقال انتبهوا يا شباب قذيفي، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. اجت قذيفي ثاني فتت شظيه براسه استشهد. ما صدقت بالمرحله الاولى، لان المرحله الاولى فت بحاله ياس كامل، انعزلت عن كل العالم شهر كامل وانا عم ابكي بس انه هذا الانسان اللي كنا بين المزح والجد اقول له يا من عيش سوا يا من موت سوا، ممنوع حدا يموت قبل الثاني لأن ما بيقدر الثاني يعيش بدونه. ممنوع حدا يموت قبل الثاني، ممنوع إنه تستشهد قبلي أو أستشهد قبلك. يكون صار يمزح ويقول لي إيه. قبل استشهاده بحوالي الشهرين فقت قلت له يا طراد شفت بمنامي إنه عيني رايحة. قام ضحك وقال لي إذا اليمين بكون أنا. قلت له والله ما بعرف بس خايف. وهذا الفيديو مصوره، يعني كنا عم شغلين الكاميرا قدامي للموبايل عم اقول له هيك يا طراد، ومصور كيف ضحك ومصور كيف كل هالشيء. بلشت خاف شوي، كنت مطمن انه خلص انا طراد مكملين للنصر او نموت سوا. بلشت خاف. قبل استشهاده بيوم فقنا فعم قال لي يا مان راح استشهد قبلك بشوي. بلشت انه يفتح يعني انه لسه ما فقنا انه شو هالسالفه هي من عم بقول الصبح. فقال لي مثل ما عم اقول لك ويضحك. قلت له بس فهمني كيف وليش، وانا بعرف طراد ما بيمزح بهيك شغله، يعني عم يحكي جد.
يعني في شيء هو يعني حاسه أو مقتنع فيه حتى حكى هيك حكي. فقلت له إنه مشان الله قل لي شو. يضحك ويقول لي إيه بعدين وإيه. قلت له تراد مشان الله بس فهمني إنه ليش هيك. قال لي خلاص ما اسمع لك راح أسرشد قبلك بشوي. قلت له مثل ما بدك بس فهمني شو اللي صاير. ما رضى يقول لي. خفت كثير عليه وفعلا بلشت أحس إنه خلاص راح يروح تراد. فاستشهد كنا على الجبهة رجعت طبعا مع المغرب أو قبل المغرب شوي. ف على أساس يلحقني بالسيارة الثانية فحصلت معركة أو الشباب قرر يقتحموا دشمي وما سمحوا له يتقدم. فقعد ورا دشمي ثاني وعم صوره. اجت قذيفي فقال انتبهوا يا شباب قذيفي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اجت قذيفي ثاني فتت شظيه براسه واستشهد الله يرحمه. فتت بحال شهر كامل بالكآبة وشبه يأس وأنا عم أبكي وماني مصدق وكل شوية أتخيل إنه لا خلص هلا طراد بفتح الباب بفوت إنه ما هو ميت. مستحيل يكون ميت. والله العظيم لو فائد كل أهلي بابا وماما وكل أخواتي كان أهلي عليك. والله ما تعلقت بإنسان ولا حبيت إنسان مثل ما حبيته. طراد هو الثورة السورية كل تفاصيله بعفويته وصدقه. طراد هو الثورة باعتداله. هو الثورة بروحه كل شيء فيها. نفس الوقت صار عندي إصرار أكبر. كل ما حاولت أو كل ما تعبت أو بجوز خفت من معركة أو أنه أنا بالنهاية بشر أو إنسان طيار بعد الإصابة صرت إنه طيارة تخوف شوي. فكل ما حاولت إنه أو كل ما خفت من طيارة أو ترددت بمعركة أو تكاسلت عن شيء أتذكر إنه لو معي طراد ما كنت تكاسلت. وأتذكر إنه لأنه طراد دفع دمه وروحه وحياته مشان هاي الثورة. هاي الثورة ما لازم نخذلها وما لازم نتركها. بعد سقوط يبرود توجه هادي إلى ريف إدلب وتحديداً إلى مدينة كفرنبل ليكمل نشاطه من هناك. يقول هادي إنه وجد من الضرورة اليوم أن نعيد للثورة ألاقها وبريقها، فكان لابد من تصوير برنامج عن الثورة وفكرها والمبادئ التي قامت عليها. هادي العبد الله أطلق برنامجه روح الثورة وتحول من ناشط إلى صحفي يقدم الفكرة بمهنية ويطرح مشروعه الإعلامي للناس على الرغم من كثرة العوائق والصعوبات. 50 عاماً دأب النظام فيها على زرع الخوف والرهبة فينا. 50 عاماً يسخر جميع مؤسساته لينحت في داخلنا صنم الخوف والرهبة من عظمته وجبروته. 50 عاماً ونحن نخاف من أن تسمعنا الحيطان أو أن يبلغ عنا ابن الجيران أو أن نصبح في خبر كان. 50 عاماً ونحن نظن أن هذا النظام قوي لا يقهر ونخاف من ذكر اسم حافظ إن لم نسبقه بكلمات التضخيم والتبجيل والتمجيد ولم يكن ينقصنا حينها إلا أن نترضى عليه. ولكن ثوان قليلة حين ارتطمت قدم أحد الأبطال بصورة حافظ فمزقتها عرفنا فيها أن جبروت النظام كان أوهن من بيت العنكبوت. لم يمزق هذا البطل قطعة من ورق بل مزق في داخلنا الخوف والرهبة وكشف عورة النظام وعراه من جميع قواه فكانت حقا لحظة خلدها التاريخ. طبعا هون بسبب التجاذبات الكثير اللي صارت والفوضى الكثير اللي صارت وضياع الناس المدنيين اللي مناطق الثوار وضياع كثير من الثوار بدأت تتولد فكرة برنامج لازم أعمله وسميه روح الثورة. فخطرت ببالي فكرة برنامج روح الثورة
كنت عم حاول من بدي حاول من خلاله انه رجع ترجع روح الثورة للناس، انه الناس اللي ما يعرفاني هلا او نسيت او تناست او المصايب اللي تعرضت لها انستها، ليش طلعنا نذكرها نحن، ليش طلعنا ونحن ليش عملنا ثورة، نحاول نذكرهم بايام الثورة الاولى بابرز المحطات بالثورة، من شان نقول لهم هاي هي ثورتنا، ومشان نقول للعالم انه اللي عم يصير بسوريا. طبعا البرنامج الحمد لله انطلق وعم ينعرض ومترجم للغة الانجليزية، مشان نقول للعالم انه اللي عم يصير بسوريا ما يحارب الاسد ضد الارهاب، في ثورة قدمت نص مليون شهيد ومئات الالاف من المعتقلين والجرحى وملايين المهجرين النازحين، في ثورة بسوريا لازم نقدم لها. انطلاق او انتقالي للشمال السوري هو كان انه التصوير او الشغل اريح بكثير من جرود القلمون مثل ما كنت. في معمعة ما يجري في سوريا من انتهاكات وقتل وتعذيب وتشريد وانتشار الفكر المتطرف، اصبح وضع الناشطين في الداخل صعبا، وشهدت السنة الأخيرة من عمر الثورة غيابا كبيرا لناشطي الداخل. هادي العبد الله رفض الخروج من سوريا على الرغم من كل تلك الصعوبات، ونراه يتنقل في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، وهنا سألناه عن المستقبل وكيف يراه. بالنسبة للمستقبل ما بعرف بالضبط، عرضت علي الجزيرة وأكثر من جهة أنه أشتغل معهم، لهلأ أنه مفضل أن يكون مستقل. عرضت الحكومة المؤقتة أن يكون ناطق باسم الحكومة وبراتب مغري، كمان ما وافقت، أنه يكون مستقل على الأرض أفضل بكثير بكثير كثير. في ضغط من أهلي علي كبير أنه أتجوز، وقالوا لي كثير شيء مؤثر، أنه قالوا لي على الأقل، طبعاً هذا الحكي صار بعد استشهادة راد، بعد ما شافوا أنه راح رفيق عمره لأبنه، وصار يخافوا على أبنه يروح، وهنا بنفس الوقت ما فين نقول له اترك الثورة، وبنفس الوقت خايفين عليه، فصاروا يقولوا أنه مشان الله بس تتجوز، بس أنه لو صار عليك شيء يبقى شيء منك بس. من حمص أيقونة الثورة، إلى القصير زهرة العاصي، إلى القلمون تلال الصمود وأيقونتها يبرود، وصولاً إلى ريف إدلب. تلك مسيرة هادي العبد الله في الثورة السورية من البداية وحتى اليوم.